الله جل وعلا يقول هنا: وإذ قال ربك للملائكة. عطف الله عز وجل هذه الآية على ما قبلها. وهذا يستفاد منه شيء، أنه ينبغي لمن أراد بيان حكم من الأحكام أو مسألة من المسائل أن يبتدئ بالشيء من أوله. فالله عز وجل أراد أن يبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم مكانة الإنسان عند الله جل وعلا وقيمته، فإنه إذا فهم الإنسان مكانته عند الله فهم الأحكام المتوجهة إليه. أعظم ضلال البشرية هو بجهلهم بقيم الأشياء، إذا جهلوا قيم الأشياء ضلوا. ولهذا يوسف عليه السلام هذا النبي ماذا فعلوا به؟ بثمن بخس بيع، والجهل بهذا الشيء هو جعلهم يضلون فيه. الله عز وجل الذي أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم وهو البشر، يأتي هذا البشر ليسجد لصنم لأنه جهل ذاته وجهل قيمة الحجر وجهل قيمته عند الله وعند الملائكة، فجهل في تحقيق معرفة الأشياء التي أمر الله عز وجل بالتعامل فيها بمعرفة قيمة الناظر وقيمة المنظور. فإذا أدرك ذلك عرف العدل في نفسه والعدل مع الله عز وجل. لهذا ذكر الله سبحانه وتعالى في أول هذه الآية في قوله جل وعلا: كيف تكفرون بالله وكنتم أموات فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، أي بيّن الله سبحانه وتعالى تقلبات الإنسان بين حياة وموت، وهذا الابتداء. ثم بيّن الله عز وجل أنه خلق له ما في هذه الأرض، خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم، أي خلق الله عز وجل لك ما في هذه البشرية، إذا أدرك ما في هذا الكون من شمس وقمر وجبال وأشجار، ثم كيف بك أن تقوم بالسجود لحجر خلقك الله خلقه الله لك. وهذا إذا جهل الإنسان قدره وقدر من يقابله كحال السيد الذي يطيع عبده حيث أنه جهله ويظنه سلطانا. وهذا إذا جهل الإنسان قيم الأشياء ظل. ولهذا الله سبحانه وتعالى أراد أن يعرف الإنسان بقيمته في ذاته، فساقه له ابتداء من حال الإنسان من خلق البشرية في ذلك، وكذلك تقلبات أطوار الإنسان أنه مر بعدم، أنهم كانوا أموات أي لا وجود لهم، ثم أحياهم ثم يميتهم ثم يحييهم ثم يميتهم ثم إليه يرجعون، أي إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا التقلبات التي تمر بالإنسان أولا تشير إليه من جهة ضعفه، كذلك أيضا عرفه الله عز وجل بما حوله في الكون من مخلوقات أنها كلها مخلوقة للإنسان، ثم بيّن بداية منشأ الإنسان. قال: وإذ قال، أي بعد ذلك كله، بعد أن خلق الله عز وجل الخليقة، قال الله عز وجل للملائكة: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض